واش يا مانو السلام عليكم، مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فيديو جديده، مرحبا بيا وبكم في حلقه جديده من السلسله ديالنا المعيشه في فرنسا. صراحه هذا الفيديو هذه فمده طويله وانا باغي نديرها، ولكن دائما كانت كتاجل لسبب او لاخر، وبطبيعه الحال ما بين هذه الاسباب هذه وهو هذا الجو هذا كيف ما كتشوفوا، لانه ما شاء الله تقريبا هذه واحد الشهرين تقريبا الشتا كتنزل كل نهار نون ستوب. يلا هاد لاسيمين هذه تقريبا واحد 5 ايام حبسات فيها الشتا، ولكن جا فيها واحد البرد وصلت درجه حراره ناقص 2، ما كتقدرش تخرج يديك من جيابك. واليوم قلت غادي نزعم نزل الشتا، هو هذاك ما نزلش الشتا، راني غادي نحاول نصور بعدا اوموان ندير محاوله. دايرين اومامون اليوم ما كاينش الشتا، كاين غير السحاب، فقررت اني باش نخرج نصور لكم هذا الفيديو. الموضوع ديال اليوم كيف ما شفتوا العنوان، وهو اكثر المهن اللي مطلوبه هنا في فرنسا. كنعرفوا بان في العالم كامل الدول كدير بعض الدراسات باش كيعرفوا المهن اللي هما مطلوبين، ولكن مع الاسف لانه كاين بزاف الناس اللي كتمشي لديك البلاد كتمشي بالاكسبيريونس ديالها بلا ديبلوم ديالها، وما كيلقاوش خدمه في الدومين اللي هما اصلا كيقولوا بانه راه طالبين فيه الخدمه. دونك كاين فرق كبير ما بين الدراسات اللي كيديروا هما، داكشي اللي كنلقاو حنا في الانترنيت، والواقع شنو كيقولوا كيف ما كنقولوا. فكاين فرق كبير ما بين الواقع والمواقع. داكشي علاش حنا اليوم غادي نتكلموا على الواقع هنايا في فرنسا، لانه تقدر مثلا تدخل الانترنيت تقلب على ميتيل من اللي مطلوبين هنايا في فرنسا، يعطوك واحد ليميسي وتقدر تجي انت هنا وتلقى العكس ديال داكشي اللي كاتبين لك همايا. داكشي علاش اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نتكلموا على الواقع هنا في فرنسا، بحكم اننا عايش هنا في فرنسا، فالواقع شنو كيقول والحقيقه شنو كتقول. دونك على بركتي اللي غادي نبداو الفيديو ديالنا ونطلقوا مورا الانترو. واش شاعر مانوس، مرحبا بكم اليوم في نهار جديد وفي حلقه جديده سميشه ميشه، وهذه تحيه مقلب خالص لكم انتم. اول حاجه خاصنا نعرفوا هي المهن اللي مطلوبين هنا في فرنسا، هما المهن اللي الفرونسي او الفرنسيين ما كيبغيوش يخدموهم نهائيا لسبب او لاخر. ما بين هاد الاسباب هذه وهي كتكون ديك الخدمه فيها تماره، يعني فيها الخدمه بزاف، تكرفيت فيها الهزان فيها الحطان، فلي فرونسي كيخافوا على راسهم وكيبغيو الجسد ديالهم، فما غاديش يبغيو يضربوا تماره وهي الكراسهم، لان خاصهم تعرفوا بان لي فرونسي، المهم كندوي على لي فرونسي بزاف لان بحكم اني عايش هنايا، فهمتي؟ دونك انا عايش وسط منهم، عايشتهم احتكيت معاهم، فغادي كنعرف شويه العقليه ديالهم كيفاش دايره. فالفرنسي فاش كيدخل يخدم، اول نهار كيدخل يخدم فهو كيفكر في لا غوتخيت ديالو، لانه خاصهم تعرفوا بان الفرنسيين عندهم واحد حياه ما قبل لا غوتخيت وحياه ما بعد لا غوتخيت. دونك هو كيقول لك انا خاصني نخدم شي خدمه النهار اللي غناخذ فيها لا غوتخيت مالكم. كيقول الفرنسي بانني انا نهار نخدم شي خدمه نهار اللي غناخذ فيها لا غوتخيت خاصني نخرج صحيح، خاصني نخرج فيزيكمون مزيان بسيشيكمون مزيان. علاش؟ باش غتبدا ليا واحد الحياه اخرى كيف ما سبق لي وقلت، انه كيمشيو يسافروا وكديك الساعه كيعيش حياته. وبزاف منهم كيف ما سبق لي وقلت كيبدا حياه جديده. شنو هي حياه جديده؟ انه كيبيع دارو، كيبيع كاع الاملاك ديالو اللي عنده في ديك المدينه اللي كنعيش فيها حياته كامله، وكيمشي يقول سيدي غادي ناخذ انا واحد الدار في لو سود، اولا غادي نمشي لبلاد وحده اخرى غادي نعيش فيها شي بلاد اللي فيها الشمس. بالنسبه للناس اللي عايشين هنا مثلا في باغي ريجيون، لان الجو العام كامل ما كيساعدش، فكيقول لك سيدي انا بارك عليه دوزت حياتي كامله هنايا، فانا غادي نمشي لشي بلاصه اللي تكون فيها الشمس نعيش فيها حياتي. دونك كيف ما قلنا هما كيرفضوا رفضا باتا بان هاد الخدامي هادو تكون فيها تماره بزاف، وحتى من ناحيه لي زوغي، لان بارفوا كتلقى شي خدمه اللي غتبدا مع 2 الصباح 12 الليل تسالي في 6 الصباح، تقدر تسالي حتى 10 الليل 11 الليل، فهما كيرفضوا هذا الشيء. كيقول لك اسيدي انا نخدم خدمه عاديه ما فيهاش التماره وفيها لي زوغي عاديين، ما فيها اللي يبقى يحمق راسي انا. السبب الثاني كيخليهم يرفضوا هاد الخدامي هادو وهو الصالير، كيكون واحد الصالير اللي هو قليل او لا ما كيناسبهمش همايا يمكن كاكسبيريونس ديالهم او هادي، لان بارفوا كيكون واحد الباغيم وداك الباغيم كيكون ما كيناسبهمش همايا، كل واحد سيرون الاكسبيريونس ديالو، فهما كيرفضوا هاد لي صالير هادو وكيرفضوا هما كيف ما قلنا لهاد لي ميتي هادو بسبب هاد الاسباب هادي. وناخذوا مثلا السيكوريتي، مثلا اي مغازا كتمشي لك كتلقى واحد لاجون سيكوريتي كاين في الباب، ولاحظوا واش غادي تلقاو شي فرنسي. فاش كنقول فرنسي يعني بيئه بالبيئه، فرنسي ابن عن جد ماشي فرنسي بوراق. واش عمركم غتلقاوه خدام في السيكوريتي واقف باب مغازا كيقلب السكنات الناس اللي يدخل الى خرج الى الصونات، غادي يبقى تابع الناس اجي انت شنو عندك وهذا. الا لقيتوه تصوروا معاه وصيفطوها ليا، لان انا تقريبا 50 وانا هنايا ما عمرني شفت شي فرنسي خدام في السيكوريتي، لانه اغلبيه اللي كيخدموا في هذا البوست هذا فكتلقاهم اغلبيه واحد 97-98% من افريقيا جنوب الصحراء، داكشي اللي كيبقى فهما كيكونوا سواء مغاربه جزائريين او تونسيين. دونك هادو في هاد الميتي هذا. ناخذ مثال واحد اخر ديال مثلا ديال الميناج،
مثلا كيكونوا واحد لي سوسيتي كيديروا الميناج مثلا كيمشيو مثلا بحال دابا لي ريزيدونس اولا هذه كتكون شاده كل سوسيتي كتكون شاده مثلا واحد لي بروجي ديالها اولا شي اونتربريز نيت هي كدير لها ميناج هادي فما غتلقاوش شي فرنسي غير يخدم لك في الميناج تقلبوا عليها فرنسا فيها ولا ما غتلقاو حتى شي فرنسي ابن عن جد خدام لك في الميناج اغلبيه اللي كنلقاو عاوتاني افريقيا جنوب الصحراء المغرب العربي وكنلقاو اون بارتي من البي دي لاس ديال اليورو بحال اوكرانيا بولونيا اكسيتيرا حتى حنا في لا ريزيدونس عندنا واحد سوسيتي اللي شاد السانديك كيصيفطوا للناس ديال الميناج ثلاثه المرات في الاسبوع نقول لكم واحد 98% فيها بي دي لاست وتقريبا اون بارتي صغيره ديال لي بورتوغي خدمه راه ماشي عيب غير حنا دابا كندويو على اكثر المهن المطلوبه وكنشوفوا علاش الفرنسيين ما كيبغيوش هاد المهن هذا ما الخدمه راه ماشي عيب الانسان راه كيجيب طرف الخبز حلال هذاك هو ليسونسييل وكيف ما قلنا على السيكوريتي او ديال الميناج ما غتلقاش فيهم شي فرنسي خدام فيهم لسبب بسيط هو انه فيهم تماره راك عارف نتوما السيكوريتي غتبقى نهار كامل متوقف في المغازان زائد الميناج غتبقى تطلع هباط وتشطاب ودير الميناج ديالك وداك الشيء وزائد على هذا الشيء كامل هو انه الصالير ما كيكونش الصالير اللي هو طالع بزاف هادشي هما كيرفضوا هاد لي ميتي هادو دونك اول دومين اللي فيه الخدمه هنايا في فرنسا وهو الدومين ديال البني بطبيعه الحال لي فرونسي ما غيخدمش في الدومين ديال البني انا ما كندويش على شاف سونتيي مع عشان اركيتيكت يخدم شي حاجه شاف بروجي انا كندوي على البني على لي بوست اللي فيهم بناي غتخدم بناي غتهز الخناشي السيما تحط المسائل ديالك غتدفع الكرويله غتحفر المسائل كامله فهما لي فرونسي ما كيخدموهمش ديكو كاين طلب بزاف على هاد الدومين هذا وحنا مؤخرا جا واحد الشركه راه باقي اليومين هذا جاوا باش يصايبوا لو طوا ديال لا ريزيدونس 100% ديال الخدامه ديالها فهما من افريقيا جنوب الصحراء ما كاينش فرنساوي واحد ابن عن جد خدام معاهم كيف ما قلت لكم 100% ديال الناس فهما من افريقيا جنوب الصحراء لا الشافر اللي كيجيبوا لهم الماتيريال وداك الشيء لا الناس اللي خدامين اللي كطلع السقف باش كيصايبوا لو طوا دونك كيف ما قلنا في هذا الدومين هذا غير هاد الناس كيخدموا فيه اما لي فرونسي فكيحاولوا ايفيتيو نهائيا كهربوا منه لانه فيه تماره ومن طوح عليه صالير ما كيكونش صالير اللي طالع بزاف دونك كيكون حوالي السميك اللي هو 1250 يورو دونك فوالا دونك هذا دومين من لي دومين اللي مطلوبين هنايا في فرنسا والدومين ديال الخدمه الثاني اللي مطلوب هنايا في فرنسا وهو الدومين ديال الترونسبور دونك الشافر ديال الاغوار ترام مترو والبوس سورتو البوس انا ملي عقلت هنا في المغرب وكان دائما كنشوفوا اضرابات ديال الترونسبور هنا في فرنسا باقي اليومين هذا لي كونديسيون ديالهم كاين اللي كيدوي على لي زوغير كاين اللي كيدوي على لي صالير طبيعه الحال الشيفور اللي كيسوق الاغوار ماشي هو الشيفور اللي كيسوق البوس فلي صالير كيختلفوا ديكو كل واحد كيدير الاضراب على داكشي اللي كيخصو هويا مي الاغلبيه كيف ما كنقولوا كيكون مشكل سوا في الصالير سواء في لي زوغير بزاف لان سورتو صحاب البوس عارف نتوما الطوبيسات والتوقيت ديالهم لانه كيبداو الصباح بكري الله يحسن العوان وكيسالوا الليل دونك هما هنا في فرنسا عندهم لي زوغير بزاف ديال الخدمه زائد الصالير اللي ما كيكونش شي صادير اللي هو كبير بالنسبه لهم همايا فدائما كيكونوا اضرابات بسبب هذا الشيء هذا وكيف ما قلنا فهذا حتى هو دومين من لي دومين اللي مطلوبين هنايا في فرنسا ودومين اخر اللي فيه هنايا الخدمه في فرنسا بكثره وهو الدومين ديال التطبيب يعني من ناحيه لي زانفيرميير زانفيرميير وحتى لي ميدسان خصوصا من بعد الكوفيد فكنا كنعرفوا الضغط اللي كان عليهم في ديك الفتره في العالم كامل فلي ميدسان هنايا في فرنسا فحسوا براسهم انهم ما معطيهمش القيمه اللي خاصها تعطاهم انا كندوي بطبيعه الحال على الدوله لانه بزاف لي ميدسان سورتو مورا كوفيد فهما مشاو الاغلبيه البريفي وكاين منهم اللي سويتشا كاريمون كارير ديالو قال لك اسيدي ما بقاش عندي ما ندير بهاد الدومين هذا سورتو الحوايج اللي عاشوهم في ايامات كوفيد كما سبقنا وقلنا فيقول لك اسيدي بناقص دونك هاد الدومين هذا عنده خصائص كيف ما قلنا في لي زوبيتو ولا في السبيطارات ديال الدوله لي ميدسان اللي هما مغاربه اللي جاو هنا استقروا وخدموا هنايا كميدسان بطبيعه الحال هنا في فرنسا سورتو ان اغلبيه ديال الميدسان ديالنا فهم كيكونوا ديجا قارين هنايا اولا كيكونوا كيحضروا لي سيمينار اولا هذا دونك عندهم واحد الفكره مسبقه وكيكونوا عارفين كيفاش داير الامور هنايا فكيف ما قلنا هما بزاف الناس اللي جاو استقروا هنايا في فرنسا لان كيف ما قلت هذا الدومين هذا كاين خصائص فيه هنايا في فرنسا الدومين صراحه اللي كتعتبر حساس في العالم كامل وخصوصا عندنا في البلاد لانه بطبيعه الحال البلاد اللي فيها التطبيب والتعليم مزيان فما عمرك ما تخاف عليها ودابا غنتكلموا على اكثر دومين مطلوب هنايا في فرنسا الدومين اللي داروه وسويتشاو ليه بزاف الناس مؤخرا كاين الناس اللي من ميادين وحده اخرى
اضطروا بانهم يديروا هذا الضومين هذا بسبب انه زعما في واحد حركيه وفيه واحد اللي صالح ليهم مزيانين وهو الضومين انفورماتيك. فاش كندوي على انفورماتيك كندوي بخصوص على السيكوريتي الغيزو وبالاخص بالاخص بالاخص كنسطر عليه بالستيلو احمر 40 مره ديفلوبمون انفورماتيك. فهو واحد الدومين اللي منتشر بشكل كبير، انا كنظن حتى في المغرب، لدرجه انه تقدر تجي اليوم فرنسا غدا تصبح خدام في هذا الدومين هذا، تقدر تخرج من شركه في الصباح العشيه تلقاك في شركه واحده اخرى. طبيعه الحال انا كندوي على الناس اللي عندهم الدومين وسورتو سورتو سورتو ليكسبيريونس، لانه هنا في الشركه فاش كتسني معاك الكونطرا فهي كتصيفطك عند الكليان، ما كتخصنيش معاك باش تخدم عندها هي. دونك فاش خاصها تصيفطك عند الكليان خاصك تكون تعرف جميع المشاكل اللي قدرت تطيح فيهم، عارف كيفاش تجري راسك، عارف كيفاش تخرج راسك كيف ما كنقول. دونك انت تقدر ديك الشركه اللي غتسني معاك انت ما غتشوفهمش نهائيا، ميم لونتروتيان كدوزو فيزيون الاول الثاني الثالث كسطو الكونطرا باغ ميل كتسنيها انت الكترونيكمون كتعاود تردها ليهم كلوك صافي ها لا دغيس سير الله يعاوننا عاونك بدا من دابا. دونك هنا كيف ما قلت خاصك ليكسبيريونس لانه خاصك تكون فاهم في الدومين، عارف لي سيتواسيون تقدر تطيح فيهم. ميمكنش انت غتمشي للشركه ولا تمشي عند الكليان اللي هما صيفطك عندهم تقول لهم لا هذه عمري ما شفتها هادي ما قريتهاش، دونك هادشي ما كيبغيوش هما. هيا بزاف الدراري اللي قراو معايا تقريبا نقدر نقول لكم واحد 50 60% الدراري اللي قراو معايا فهما جاو هنايا دي كونطرا سي دي اي في ديفلوبمون انفورماتيك. دونك هاد الدومين هذا راه مطلوب هنايا بزاف بزاف بزاف، وطبيعه الحال حتى هو ما كيبغيوش يخدموا لي فرونسي. علاش؟ لانه راه ماشي ساهل الديفلوبمون انفورماتيك، راه ماشي ساهل. ديجا انا عندي الدراري صحابي اللي ديجا عندهم الماكسيموم واحد 10 سنين ديال الاكسبيريونس، كاين اللي 5 سنين كاين اللي 6 سنين. ديجا دابا كيف ما قلت 10 سنين الاكسبيريونس بداو كيعياو من الدومين هذا لانه راه ماشي ساهل. دوزت 8 سوايع وانت جالس قدام بيسي، 8 سوايع في النهار غضربها في الاسبوع شحال غتعطيك؟ غضربها في 21 عام ولا 25 عام ديال الكارير. دونك راه ماشي ساهله. وكيف ما كنقول لكم 10 سنين الدراري بداو كيعياو من هذا الدومين هذا. هو دومين اللي فيه الفلوس، باش نكون معكم واقعي انا ما عنديش لغات الخاشه، دومين كتقدر تاخذ فيه هنايا فرنسا سيرون اكسبيريونس ديالك ما بين نقول واحد 2200 يورو حتى 3500 يورو. صالير كندوي على صالير هنا، كاينين بزاف الناس كيخدموا فريلانس. دونك فاش كتجي هنايا المهم كاين واحد البروسيدور هذيك بوحدها نقدر نتكلموا على فيديو بوحدو، كتاخذ واحد المحامي اللي كيحول التيتر التاجر ديالك من صالاري لانتربريز، لانه طبيعه الحال فرنسا كتقول لك لا سيدي انا جبتك كصالاري باش تبقى صالاري ما ديرش انتربريز. دونك انت اوبليجي عليك خاصك تاخذ محامي اللي دافع عليك في هذه القضيه هذه بانه عندك الحق تمتى بحالك بحال اي واحد تحل الشركه ديالك وتخدم. الا خدمتي فريلانس فيها فلوس، لانه فريلانس تقدر تاخذ ما بين 300 حتى 650 700 يورو في النهار في لا جورني. دونك انت كتفاكتوري على الكليان ديالك، مي هذا طبيعه الحال هذا المونطون هذا راه ما كنسمعوش هكذا، كنسمعوا بانه غتحيد منه لي فري ديالك نتايا، غتحيد منه لي زامبو، تحيد منه بزاف د الحوايج، ما كيبقى كوميم في شويه فلوس ما نكذبوش على الله. الدومين هذا انا كيف ما قلت لكم راه اكثر من نص ديال صحابي قرينا اونصومبل جاوهم هنايا خدامين فيه. دومين خاصكم كتبغيه لانه ماشي ساهل. دابا راه بزاف الناس تويتوا لي مؤخرا غير حيت فيه الفلوس، كيسمعوا بانه مطلوب فيه الفلوس فكيمشيو ليه كضربوا عام عامين ثلاث سنين ما كيبقاوش قادين عليه. غير هو المشكل ديال الفريلانس هو انه راك عارف يقدر يكون عندك بروجي اليوم يقدر غدا ما يكونش عندك بروجي. بروجي في انفورماتيك راه كيطول ما كيكونش قصير، لانه بروجي كيكون اقل شيء واحد 8 شهور 6 شهور على حسب كل بروجي، كاين اللي كيبقى عامين 3 سنين. دونك ديجا بروجي كيكون طويل شويه، ولكن بالليل ونهار كيقدروا يساليو معاك الكونطرا ديالك. دونك غضطر نتايا باش تمشي تقلب على بروجي اخر. دونك فيها لي زافونتاج وفيها لي زانكونفينيون. كاين اللي كيقول اللهم قليل مداوم، وكاين اللي كيقول لك اللهم كثير مقطوع. دونك راك عارفين دونك هذا هو الدومين. دونك الا بغيتي تخدم فريلانس فيكون عندك فلوس كثر، ولكن مره عندك بروجي مره ما عندكش. يا باش تخدم كصالاري فيكون عندك فلوس اقل من فريلانس، ماشي قليل ما تبارك الله ما شاء الله راك فيه فلوس، ولكن اقل من فريلانس، ولكن كيكون عندك واحد الكونطرا اللي اوموا كتحميك شويه حتى النهار فاش كيبغيو يصيفطوك. فهما كيديروا معك واحد الغريبشي كونفونسيونيل اللي كتخول لك بانك تاخذ واحد الشهرين ديالك واحد الاتعاب ديالك، وانت كتدفع ديك الساعه البول امبلوا الشوماج، وكتقلم ديك الساعه على خدمه بين ما تلقى شي كونطرا واحد اخر. دونك اول حاجه هاد الدومين خاص تكون كتبغيه بزاف. انا بزاف ديال صحابي كانوا كيبغيو هادشي قبل كاع من قبل من الانفورماتيك، قبل ما نقراو كاع في السوبيريور، ولكن في الكوليج ليسي ديال صحابي راه كانوا كيديفلوبيو دي جو كانوا كيموتوا على هادشي وكبروا افيكتيفمون قراو هادشي وبدا كيطلع لهم فراسهم. دونك سان دومين اللي ماشي ساهل، فيه فلوس بصح ولكن راه ماشي ساهل.
دونك هذا من اكثر لي دومين اللي مطلوبين هنا في فرنسا، ماشي من اكثر، هو اكثر دومين مطلوب حاليا هنا في فرنسا. وعلاش مطلوب هذا الدومين هذا؟ لان تو سامبلومون لي فرونسي ما كيبغيوش يخدموه. غتقولي علاش هذا الدومين هذا ما كيخدموش فيه لي فرونسي؟ واش هو صعيب؟ نقول لكم راه ماشي ساهل. كتكون كتبروغرامي الا نسيتي بوين فيرغول يقدر كلشي تبلوكا ليك. ان دومين لي صعيب بزاف كتبقى قدام ليكرون، دونك العينين كيتكالوا، عندك الكلاس بزاف الظهر، دونك بزاف د الحوايج اللي هما اللي ماشي ساهلين في هاد الدومين. لان تبارك الله ما شاء الله راه اون غون بارتي كاينه ديال لي زانجينيور هنايا مغاربه اللي خدامين هنا في هاد الدومين هذا. بطبيعه الحال كاين حتى التونسيين، تحيه لتونس، والجزائريين بطبيعه الحال تحيه للجزائر حتى هما. ف بزاف لي زانجينيور تبارك الله ما شاء الله خدامين هنايا، ماشي حيت لي فرونسي ما قادرينش يخدموا في هاد الدومين هذا، ولكن ما باغينش يخدموا فيه، لانه هاد لي زانجينيور تبارك الله ما شاء الله جاونا لا مغاربه لا تونسيين لا جزائريين كيف ما تكلمنا، فهما مفورمين الاغلبيه فهما دي فورماسيون اللي داروهم دي فرونسي. لانه هناك لي بروفيسور للاغلبيه ديال ماستر دو ريشيرش بزاف منهم دري دكتوراه، دوك هما اللي كيفورميو لي زانجينيور جاونا. فميمكنش لواحد البلاد عندها الناس اللي كتفورمي لي زانجينيور ما قادراش تخرج انجينيور، دونك هادي سي ايلوجي. دونك كيف ما قلنا لي فرونسي هما اللي كيفورميونا حنايا في في هاد الدومين هذا، دوكو هما عندهم لي كومبيتونس باش يكونوا بطبيعه الحال دي زانجينيور، ولكن ما كيبغيوش يخدموا في هاد الدومين كيف ما قلنا. هما كيفضلوا بانهم يبقاو بحال هكذا دي بروف كيدير لي كور في دي زونيفرسيتي في دي زيكول ميم في المغرب، ولا على انه يخدم كانجينيور بطبيعه الحال من ناحيه الصالير وحتى من ناحيه لي بوست ديالو كيف ما قلت. لانه لي فرونسي اغلبيه فيهم، انا ما كنبغيش نعمم ما كنبغيش نقول كلشي، من الاغلبيه فيهم فهما كيبغيو لي بوست ديال الكوميرسيال، شي حاجه بماركتينغ، شاف دو بروجي، شاف دو جروب، هادو لي بوست كيقلبوا عليهم همايا. دونك هما ما كيبغيوش يخدموا في دي بوست اللي فيه الحاجه اللي كديرها اليوم كديرها غدا، تبقى تفكر خاص تهرس راسك باش تعرف هادشي، ما كيفكروش ما كيمشيو للساهله. اما نقول لكم واحد القضيه وكونوا متاكدين منها، وانه لي دومين اللي كيخدموا فيهم همايا ما نقولش لك ما تحلمش تخدم فيهم، ولكن عندك واحد نسبه قليله ديال الفرص بانك تقدر تخدم في الدومين كيف ما قلنا، ماركتينغ، كوميرس اكسيتيرا. دونك هاد لي دومين هادو دونك لي بوست اللي فيهم الهضره بزاف، الشفاوي لي ريونيون ولا تليفون بورتابل خاصهم يعطوك بي سي، وهذا غتبقى لي فرونسي كاملين شادين. راه قليل، انا كنقول لك قليل اللي غيجي مغربي او اجنبي تونسي او جزائري غيجي من بلاد اخرى يخدم فيها. انا كاينين مغاربه، مي مغاربه اللي زايدين هنا باش يجي مغربي كابر في المغرب، قاري في المغرب وفيت خدام في المغرب، غادي يجي وغادي يخدم بوست مثلا ديريكتور كوميرسيال او لا شي حاجه في ماركتينغ او لا شي حاجه في سوسيتي، شي بروجي شي دوكو. دونك هما كانوا متاكدين انه الدومين اللي غتخدم فيه انت اللي جيتي من المغرب عارف بانه دومين هما ما كيبغيوش يخدموا فيه لاسباب ذكرناها من قبل. دونك هذا هو حال الخدمه هنايا في فرنسا. اوكي، دونك هادو كانوا هما اكثر المهن او لي دومين اللي مطلوبين هنايا في فرنسا. بطبيعه الحال ما ننسوش واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، اهم من هادشي كامل، وهي الارزاق. لانه كل واحد رزقه، رزقك انت ماشي هو رزقي انا، رزقي انا ماشي هو رزق اكس، اكس ماشي هو واي. دونك بطبيعه الحال الناس كتجي بالاكسبيريونس ديالها بالدومين ديالها، وكل واحد رزقه. انا ما كنعرفش شي واحد سانسيغمون، ما كنعرفش شي واحد اللي هو لقى صعوبه كبيره باش يخدم في الانفورماتيك سورتو في ديفلوبمون كيف ما سبق لي وقلت. ولكن كتبقى كيسيون ارزاق، كل واحد والديبلوم ديالو سورتو كل واحد والاكسبيريونس ديالو. دونك ميمكنش ان حنا غنقارنو حيت فلان نجح راه غادي نجحو حنايا، وحيت فلان ما نجح حنا ما غننجحوش. دونك كل واحد ورزقو فين مكتبو ليه الله سبحانه وتعالى. هذه اهم حاجه خاصنا نعرفوها، لانه بزاف الناس كيمشيو يقراو شي دومين حيت كيشوفوا واحد ولد جيرانهم او واحد ولد خالتهم او واحد كيعرفو او صاحبهم او اكسيتيرا نجح فيه، فهم كيمشيو يقراو ولا كيمشيو يخدمو فيه حيت فلان نجح فيه. فهذاك السيد الله سبحانه وتعالى دار لي رزق في هذاك الدومين، انت ايدي لك الرزق في دومين اخر. اول حاجه الرزق ديالو، ثاني حاجه لاباسيون ديالو. دوك هادو من الحوايج اللي مهمين، لان لاباسيون هي اللي غتخليك تطور في ذاك الدومين. الا كنتي داخل ذاك الدومين على قبل الفلوس كون متاكد انك ما غطولش، ولا طولت حتى ساليتي عارف راسك في النهار غتاخذ لاخر تخيط ديالك غتسالي مسالي نيت. تخيل حنا 8 سوايع في النهار كندوزوها في الخدمه في واحد الحاجه في واحد الدومين او في واحد البلاصه اللي انت ما حملهاش ما عجبكش نهائيا، ضربا انت في 20 عام ولا 25 عام ديال الكارير ديالك شوف كيفاش غتكون. دونك راه يكون عندك الفلوس، غيكون عندك ما عرفتش اشنو، ولكن
بسيشيكمون مورالمون ما غاتكونش مرتاح. دونك هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون وصلت لكم المعلومه. جايين بزاف فيديوهات في هاد لا سيري ديال المعيشه فرنسا، من الايجابيات والسلبيات العيش هنا في فرنسا، الحوايج اللي زوين الحوايج اللي ما زوينينش، الحوايج اللي كنعيشوا هنايا في فرنسا، الحوايج اللي خاص تعرفهم قبل ما تجي هنايا فرنسا، واش فرنسا تستحق انك تجي ليها اولا ما تجيش. دونك هادو كامل ان شاء الله غادي يكونوا مواضيع ديال واحد الفيديوهات ان شاء الله اللي غادي يجيو قريب. وطبيعه الحال اللي عندكم حتى شي سؤال ولا عندكم شي موضوع بغينا نتكلموا عليه فيما يخص المعيشه في فرنسا، فخليوه لنا في الكومونتير هكذا نقدروا نجاوبوا عليه في شي فيديو من الفيديوهات الجايه. وهادشي اللي كاين غير ماوس. دونك نتمنى نتلاقى بكم في الفيديو الجايه، تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش ديما ديروا عليكم، وهذه تحيه من قلب خالص ليكم نتوما.